وخلال اتصال هاتفي سابق أكد المقدم الدكتور علي أحمد المحمود على من إدارة العمليات برئاسة الأمن العام أن الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تعمل على تكثيف جهودها من أجل تأمين السلامة العامة خلال شهر رمضان الفضيل. لا يخفى عليكم أن شهر رمضان له طبيعة خاصة، فيتمثل دور وزارة الداخلية بصورة عامة هو حفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة. يتم ذلك من خلال تعاون معظم الإدارات الميدانية منها والخدماتية، إضافة إلى ذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية خصوصا في الأماكن الحيوية. ولا يخفى عليكم أن التكنولوجيا لها دور كبير في حفظ الأمن، واللي ترفع جودة العمل المتمثلة في سرعة الاستجابة للبلاغات، مع التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي بلاغ. فالإدارات الموجودة في الشارع يكون صميم عملهم هو تقديم الخدمات بشتى أنواعها والاستجابة لمعظم البلاغات قدر المستطاع لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار القادمين عبر منافذ المملكة.